يا صباح الخير. يقول أنا ودي أصبح قبل تطلع علي الشمس على جيب أشهب وأبيض الوجه سواقة. يقول بسم الله على بركة الله من يوم إن شاء الله. أسعد هاللقلقة. كل شي والم؟ كل شي جاهز والله، بس باقي له تشغيل عندك. تبارك الله. الحمد لله على السلامة. اي والله نبي نتخير الحين، طال عمرك ما هرشه. تخير ما هرشه الحين بنودي حبابة كنازة السودان. صباحك الله خير. وانت بنطاول طول هالنفود على هذا ولا هذا؟ لا لا، نبي مويترنا الحين. انا اعرف بالله الله يستر عليه ورد. الهرش من يبينا نشوف. يلا دام انه عاد السكس الثاني، نبي نسرق الديزل من هذا. هو ديزل؟ اي لا، ما هو خل حال الربع. اي ينسرق ينسرق معي، خلنا نسرق. حفرنا لها وتحت هالغرفة، أعوذ بالله. تقول ما طبها الوالي. فراق الولايف، يقول فراق الولايف والله إن سوات الموت. جاء الماء هو يسقى علي ليلة الجمعة. يا رب هذا تعبت قبل لا أمشي. يلعبون ديزل. ما باشتنا غير الديزل بعد المحطة. هاي ثاني جرحة. اسلح هذه. هذه قطعة ما يفهمها غير اهل النهود. طاح بالكمين. ما شاء الله، يقول يعطي العطا منه ضارين بالعطا. ما شاء الله تبارك الله، هذه هدية أبو رزن العقيد. نشهب الرزن القحطاني، الله يبيض وجهه ويستر عليه. والله حلف وحرم وطرح انه ما يتعدى ولا يطلع من هالمزرعه. هذا الله يبيض وجهه. تبارك الله تبارك الله، يبيض وجهه ولا هي غريبه عليه. والله ابو رزم ما غريبه ابو رزم ان شاء الله. انا بسلوم. هلا يا اخي. الصبح ما رحت تسيل، نقول براد يوم جاء الظهر نزلنا زويان هالحر. الحين يا ولد هواه نار. اي والله هواه حار اليوم. الصبح ما نزين جوه هذا ياكل النجي سف النجي. بدر تركب حصان؟ تعال. ها؟ تعال.
هني يجي عمك ويعطيك حصان ثاني، ايش رايك؟ هذا مو معسوف، هذا هذا مو معسوف، مو معسوف هذا. امسك يلا، امسك امسك انت بذنبلك، كيف امشي امشي. هلا بالحامل والمحمود. الله حيه، هذا جننا بشمامته، هذا لا طعم ولا ريحه، ما ادري ايش بلع اليوم. النقل انا ليه راجع تهاوش على البطيخه يا بحد، تنبضك بطيختنا الامر هذه هي. بسم الله الرحمن الرحيم. هوا لكن الهوا حار. لا 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 زين الجو ما شاء الله هسه. اليوم السنه هي بس اليوم حر اليوم. اي بس ما تخالفها بس. اليوم من بعد صلاة الجمعة ما بين الا من كم يوم، الخبر اللي جيت انا وياك فوقه خلال هالاسبوع بين فعلا ثلاثية، بس ما تقارنها بسنين الماضية. نعم ما نقارنها، لكن الحمد لله الحين سهيل ما بقالت شهرين. والبلا بالشهرين يا ابو عزام. اي هذا الشده ما يحتاج. مشان نسولف تقول اطول نهار بالسنه، وافق يوم عقبه الماضي 21/6 ميلادي قبل امس. اي عقبه يجيك شده الحر، مع ان الليل يبدا يخدم النهار، بس الانتشار هذا شده الحر. ولما تجي 21/12 ميلادي يكون اطول ليل واقصر نهار، بعده شده الشتاء، يعني احفظ 21/6 21/12 ميلادي. بلا مثال اختصار هذه. اي اختصروه بلا مثال، الشام ايش يقولون شهر 7 يقول تموز تغلي الميه بالكوز. واب ايه تموز اللي هو 7 هذا الشده، هذا القيل. ايه قيل تغلي الميه بالكوز. شهر 8 اغسطس يسمى اب، يقول يذوب المسمار بالباب، اللحاب هذا اللحاب. 24/8 سهيلي بان على نت من الشمال عندنا لسه، يعني تم غلية. والسنة هذه براد مجملها ما جانا. اي صاد الحمد لله. اتوقع ان حرها شيء في يعني الايام الجاية الله والعالم. اسلم ابو عزام. هذا حادي حان واحد طبعا اللي هو بيونيو حزيران اسمها. الشهر الجاي طبعا هذا طلع به ثريا اللي هو سته. هي طار كم لها؟ ثريا كانت غايبه وتطلع ثريا. بعدها اللي هو يوليو تموز تطلع الجوزة. بعدها اغسطس 24/8 يعني بالحسبه العامه. اي بس عندنا بالجوفه بتسعه يطلع منها سهيل، وسهيل بكثير من الناس يحسبها البراده، وبعد يعتبر من نجومه بداية البراد، بس هذه جمرة البيض اللي هي 7 و8. حتى شفنا الشيء جمرة هنا ما ينصح انك تنقلب الايام هذه. والجديد؟ مثل ما بعد الشتاء، الجديد الشتاء عاد يختلف وضعه هو. اي من الشجرة للشجرة يختلف. النقل زي النخل ينقلون بالوقت هذا.